ايه؟ حرام عليك 3000 جنيه يا مفتري. ده ادخل شهاده بدل ما ياخد 2000 جنيه ولا 1800 1000 جنيه يا مفتري. باخد 1100 انا بقى 20 سنه باخد 1250 جنيه بقى 20 سنه باخد 1600 سنه ياخد 1100 نص واحد اللي لسه جاي ياخد 1600 جنيه 1100 ده استاذ شهر 7 الجاي ده يبقى 18 سنه 900 جنيه اهي اهو اهي اعدل الشريط اعدل الشريط اهو ثواني بقى كام سنة بقى؟ شهر 7 جاي ده 18 سنة 18 سنة ومرتبه 900 جنيه كده 46 جنيه يا ابني ايه ضرب على دي كسب عمل قد ايه؟ كسب عمل 300 كسب عمل بقى ساعتين للكسب عمل بقى له 18 سنة 18 سنة ده بقى له 18 سنة 2 جنيه 2 جنيه عيني غلط انا بقالي 18 سنه في نادي الاهلي واللي وشو اللي عمال تثبت بكده انا بقالي 20 سنه باخد 19 باخد 900 جنيه الصافي بتاع 900 جنيه النص وقت باخد 1600 جنيه وظيفتي عامل زراعه تمام فعندك النص وقت بياخد 1600 جنيه ازاي دي؟ واحنا اللي بقالنا 18 سنه و20 سنه بياخد 900 جنيه بنتكلم في 10% ما جاتلناش زياده الدوله من 2000 السنه اللي فاتت ما نزلتناش طب يعني قال لكم انتوا نزلت لكم هيكله هيكله ظلمت هيكلت ايه؟ هيكله فاشله ظلمت ناس ونصفت ناس نصفت الناس اللي هم متعلمين في الهيكله انا ماسك احنا ابناء النادي انا بقالي في النادي 23 سنه في 23 سنه ما زدتش الزياده اللي زادها الناس اللي هم متعينين جداد والنص وقت بقى مش عايز شغل 10% زياده نزلت السنه اللي فاتت قالوا لنا ما تكون زياده اللي هي زياده الدوله اللي بياخدها كل المؤسسات الحكوميه الخاصه الخاصه ما نزلتناش خاصه وعامه وقالوا لنا السنه اللي فاتت نص وقت مش عايز شغل تاني لكم عشان انتوا ايه زيتوا جات لكم هيكله والسنه دي بيقولوا برضك عايزين ياكلوها علينا مش عايزين يدونا ال 10% بتاعت زياده الدوله ولينا خمس اشهر الاساس بتاعنا ضئيل 250 جنيه احنا لينا لينا شهر رمضان لينا شهر رمضان هنقبض ايه؟ اساسي 250 جنيه تامينات بتاعتنا 250 جنيه لو طلعنا معاش ولا مت بكره عيالنا هيشحطوا مفيش حاجه تاني لينا خمس اشهر متاخرين مكافئات شهر رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير وشهر افريقيا وصندوق عاملين خمس اشهر خمس اشهر متاخرين ممكن ناس كتير ما تفهمش معنى الفيديو ده هلخص سريعا ومش هدخل في تفاصيل اكتر من اللي انا هقوله ان نفس الاعلامي ظهر وقبل ما اقول معلش في حاجه فاتتني لعبه الفيديوهات مش لعبتك لو سمحت فما تقعدش تجيب فيديوهات تريق على الناس عشان معانا اكتر من 1200 فيديو وكتير جدا وحاجات كتير بالامانه بكلمكم بصراحه. فخليني ادخل في الموضوع الفيديو ده الاعلامي اللي حضراتكم في الصوره كان في الفيديو اللي فات طلع وقال العمال ما حدش ليه حاجه وليهم 3000 جنيه. وفي احد البرامج الاسبوع بياخدوا كلهم مرتباتهم 3000 جنيه، قال كده الكلام ده من خمس سنين. وقال اقل واحد بياخد 5000 جنيه. ف أنا برد على حاجة الأسبوع اللي فات في البرنامج عنده قال لك أنا احتويت العمال ووقفت جنبهم ومحدش حللهم غيري ورحت فضيت القعدة اللي كانت موجود في النادي أنا جبت لحضرتك العمال وجبت لكل أهلاوي يتفرج الحقيقة كانت إيه طلع افترى على الناس أيضا العمال ومن هنا الراجل طلع ورقته وقال لك أنا الكلام اللي بشوفه ده كذب ده من موقع كايرو كورة اللي أنا مش إحنا اللي عملنا الفيديو ده اعتقد كان اسمه ايهاب محروس اللي عمل الفيديو موجود وهو الراجل مصور الكلام ده كله عارفين ايه اللي حصل اللي الناس استثاروا اكتر وكانت حاله غضب شديده وراحوا وقفوا زي ما انتم شفتوه بسبب الظلم اللي اتقال في الاعلام والراجل مسك له الورقه انا مرتبي بعد كل حاجه بيوصل 900 جنيه وانت ما بتقولش الحقيقه نروح نشوف اللي بعد كده في ايه او الصوره اللي معانا عايز اشوفها لان الصوره دي مهمه جدا اتفضل ده برضو بأكد على كلامي عشان مصداقية البرنامج أمام كل مشاهد بيتفرج علينا بنحترمه وبيحترمنا وعايز يسمع الحقيقة وعايز يسمع
الدنيا فين كلها، ده دورنا نتعب وندور ونجيب لك وحضرتك الحكم. ده الحاج محسن طنطاوي صديق عزيز ودخل انتخابات نادي السيد. نجيب ساويرس كان موجود عنده امبارح والراجل كتب توتاه لا او من فتره لا محسن طنطاوي صديق العمر والعائله تربيت في بيتها التي تربيته في بيتها وخريج المدرسه الالمانيه المجتهد والامين وادعمه ايضا هو والنادي. انا عرضت الكلام ده امبارح وباكده النهارده في فقرتنا. هو الحاج محسن او المهندس محسن طنطاوي لو نجح يبقى كده عشان بيدعمه هيروح يشتري نادي السيد؟ لا ده كده هو بيفكر في الانديه. ده خطر، يعني لو راح هليوبلس بكره يبقى هيشتري هليوبلس. ولو بالمنطق ده فحضراتكم كل رجل اعمال ليه صاحبه رجل اعمال راحوا اشتروا كل الانديه يبقى مش هنلاقي انديه خالص. كفايه نضحك على الناس وكفايه نفكر التفكير اللي هو ليه اغراض وغرض ومرض والكلام ده كله. اصدقاء بيزوروا بعض بيقفوا جنب بعض، ده بيقول انا عايز فلان، ده بيقول عايز فلان، عادي جدا جدا جدا. كفايه النوايا اللي هي بتاخدنا لطريق مش لطيف. خلينا نحترم رجال اعمالنا وخلينا نحترم رموزنا وخلينا نحترم ادارتنا وخلينا نحترم ولادنا. للاخ كمان اللي من شويه اللي انا عرضته لان الكلام كان مستفز، لكن مش عايز اخد من وقت حضراتكم ومن وقت كتير لان ده هو ده اللي احنا اتعلمناه. واللي يغلط في اي حاجه في اي مجال احنا في دوله قانون، هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم طول الوقت. نشوف اخر صندوق معانا فيه ايه ونرجع لحضراتكم. ارجو ان احنا نتعلم من الناس اللي سبقونا ولازم نفهم يعني ايه نادي الاهلي ويعني ايه اخلاقيات ويعني ايه نظام. يعني اللي عايز يهاجم النادي الاهلي يهاجمه جوه البيت ويقول راي ويجري الحلول. بس الجمهور ليه حق برضه يا ستي، ما الناس عارفه كل حاجه وما بنشرحه للناس. لكن انا هل انا اقدر اهاجم المكان اللي رباني وكبرني؟ لا يمكن. ممكن هاجمه من منطلق ان مصلحته، يعني ما هاجموش حضرتك ليك وجهه نظرك جوه اقولها زي ما انا عايز، انما ما هاجمش على الصحافه وفي الاعلام والكلام ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي واللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. سهل جدا اطلع واقول اي حاجه، انا اعيش في دور البطل يعني؟ لا، انت عندك هاجم جوه وحافظ على البيت اللي كبرك ورباك وخلاك تطلع في التلفزيون. كلنا اللي عايز يهاجم جوه البيت ويحافظ على البيت اهم حاجه، لان الناس عندنا برضو في البعض، يعني البعض مش عايز اقول الكل، ان في ناس فاهمه وناس واعيه وناس يعني عارفه ايه النادي الاهلي ويعني ايه ناس بتحترم النادي الاهلي. يجب ان احنا في المواقف الصعبه نقف جنب بعض لمصلحه النادي الاهلي الاول والاخير، لانك انت موجود النهارده بكره مش موجود، لكن النادي الاهلي هو اللي باقي. ده كان كلام الراحل عن عالمنا الصعب جدا والرمز من رموز النادي الاهلي الكابتن ثابت البطل. سبحان الله كانه شاف حلقه امبارح وعايش معانا. الكلام ده قاله من امتى؟ من سنين طويله. واتمنى الكل يعمل بيه. ما تحب تختلف جوه البيت وما ينفعش تطلع بره البيت وكل حاجه جوه جدران النادي الاهلي، لان الاهلي خيره علينا كلنا. الفيديو ده درس الواحد بيتعلم منه كل يوم، وهفضل اعرضه كل حلقه. قال لك ما تروحش تطلع في كل ما الواحد يطلع يهاجم في الاعلام تهاجم بيتك. الله عليك يا راحل يا عظيم، كنت عايش وسطنا لغير اخر دقيقه، حب وعشق واخلاص للنادي الاهلي بدون اي حاجه. كلمتك يا كابتن ثابت الله يرحمك، وبحيي اسره الكابتن ثابت على الهوى. كلامك والكلام ده لازم الكل يسمعه ولازم الكل يعي ان النادي الاهلي خيره على الجميع، ومش الاهلي اللي يطلع له حد بالورقه والقلم ويقعد يحاسب رئيسه، مش الاهلي اللي نمسك له سدي، مش الاهلي اللي نمسك له مجلات ومجلدات. الكلام ده ما بيحصلش في النادي الاهلي. مش النادي الاهلي اللي بنشوف نعري ولادنا في الانشطه الرياضيه، مش النادي الاهلي اللي نتكلم عليه ونقول ده تعب وده ما عملش ولا ده كانه قاعد وده مش عارف قراراته والكرسي واسع والكرسي ضيق. مش ده الاهلي، ومش ده اللي بيخلي هيبه الاهلي موجوده. الكلام ده بيخلينا زي غيرنا،
اللي بيشوف الاهلي طول الوقت حلم وبيشوف الاهلي حاجه كبيره، لما بيلاقي الكلام ده بيقول لك انا بقى زيي زيه، بقى زيي زيه. والله 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 تاني ما بيجيب النجاح وبيجيب كل حاجه كويسه تحترم السابق وتحترم اللي جاي وتحترم اللي موجود. الله يرحمك يا كابتن ثابت، كان احلى حاجه نختم بيها حلقتنا النهارده، واكيد هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي. تصبحوا على الف خير، واسيبكم مع الاهلاوي عارف كيانه هو مين.